هي تلكان باعتبار صحة المواطنين المغاربة مسألة أولوية. أنا أتفق مع قرار الحكومة لاعتبارات عدة تتعلق أولا الحكومة مسؤولة عن صحة المواطن. أنا مع القرار اللي اتخذته الحكومة المغربية بتأجيل الكان في المغرب. حاجة عادية، صحة المواطن وصحتنا نحن كمغاربة هي الأولى على الكان. انا طبعا مع هذا القرار، وكنظن بلي هذا القرار في محله. صحه المواطن اهم من اي شيء، نقدروا نعوضوها في حوايج حدا اخرى، ولكن كما كنعرفوا مرض ايبولا مرض فتاك، وحبذا انه ما يوصلش انه ما يأذيناش. نبقى في المغرب بس.